بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. أيها الإخوة الفضلاء، يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة الجليلة سورة العصر، كلنا يحفظ هذه السورة وكلنا نقرأها، وجميع صغارنا أيضا يحفظونها ويقرؤونها، لكن من هو الذي منا يتدبر هذه السورة ويعمل بما فيها من العبر والآيات العظيمة والمعالم الجليلة؟ هذه السورة فيها أربع معالم أو خمسة معالم. المعلم الأول أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر فقال: والعصر. والعصر هو جنس الزمان، وهو الوقت الذي نحيا فيه، وليس المقصود به وقت العصر المعروف، وإنما المقصود به جنس الزمان. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الله سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم بأمر إلا لينبه على معنى مهم، على أمر مهم ينبغي أن يلتفت له المسلم وأن يتدبره. فالله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بالعصر، وأقسم أيضا في سورة أخرى بالليل، وأقسم بالنهار إذا تجلى، كما أنه سبحانه وتعالى أقسم بالشمس وهي التي فيها يطلع النهار، وأقسم أيضا جل وعلا بالقمر وهو الذي فيه في الليل. فهذا القسم من الله سبحانه وتعالى يدل على عظم جنس الزمان. لماذا أقسم الله جل وعلا بالعصر؟ لينبهك أيها المسلم أن تعتني بالوقت، وأن تعتني بهذا العمر الذي هو حياتك، حتى تعمل الصالحات وتقدم لآخرتك عملا صالحا تنجو به عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام وهذا الوقت يمضي بنا، لكن السعيد من عمره بالعمل الصالح، السعيد من عمره بالعمل الصالح. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من حياتك قبل موتك. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عمره فيما أفناه. فهذه الحياة الله جل وعلا خلقنا إنما لنعبده وحده لا شريك له، ولنسعى في رضاه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، قال ابن كثير رحمه الله: أي هملا، لا نسأل ولا نبعث، بل الناس إذا ماتوا يبعثون، وعند الجزاء محاسبون على ما عملوه في هذه الدنيا، كما قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. المسلم يتأمل هذا الزمان ويبادر بالعمل الصالح، ولا يضيع هذا الوقت في المعاصي وفي ما لا عائد له فيه من فائدة ونحوها،
بل يسعى في طاعة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغرت فاستغرب بالله. الحديث الإنسان يحفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظ جوارحه، يحفظ عينه ويده ورجله وسمعه ولسانه، أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يستغل به المسلم هذا العصر وهذا الوقت. أقسم الله جل وعلا بالعصر ليخبرنا أن الإنسان، وهذا المعلم الثاني، وهو أن جنس بني آدم كلهم في خسارة وكلهم في هلاك وفي بوار يوم القيامة. إن الإنسان لفي خسر، أي في هلاك، نسأل الله العافية والسلام، إلا من حقق أربعة أمور، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. فإذا عرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم أنك أيها المخلوق في خسارة وفي هلاك يوم القيامة ما لم تتصف بهذه الصفات الأربع، جعل المسلم في قلبه الخوف، وجعل أيضا في جوارح العمل حتى ينجو، العمل الصالح حتى ينجو يوم القيامة. المعلم الثالث من معالم هذه السورة أن من أسباب النجاة التي ينجو بها المسلم يوم القيامة الإيمان بالله. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. والإيمان ليس قولا يدعى، إنما هو عقيدة في القلب وعمل في القلب، ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كما أظهر عن بعض السلف أنه يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. كما قال أهل السنة أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فيعتقد الإنسان عقيدة في قلبه ويصدق ما أمر الله جل وعلا، وأيضا ينطق بالتوحيد وينطق بما أمر الله سبحانه وتعالى وفق ما شرعه جل وعلا، وأيضا تنقاد جوارحه للعمل الصالح. هذا كله من الإيمان. ثم أيضا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح حتى ينجو المسلم، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان فيه أمرين. الأمر الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص حتى يقبل العمل. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل فيه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك محبط للعمل. إذا صرف المسلم عبادته لغير الله جل وعلا فسد عمله. كالصلاة، إذا انتقض وضوء المسلم فإنها تفسد. كذلك العمل إذا دخله الشرك، دخله الرياء، دخله حب الثناء، أو كان مصروفا لغير الله عز وجل، إنه لا ينفع صاحبه. كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل. كذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع ولا يكفي أن يكون الإنسان كما يقال نية زينة قصد حسن، لا بد أن يكون عمله على السنة، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فدلت هذه الآية على أن من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو من المهتدين أو من الضالين؟ الجواب أنه من الضالين. فإذا كان من الضالين إذا العمل ليس على الصواب وليس على 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 الطريق الذي شرعه الله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المسلم يعمل العمل إنما لله سبحانه وتعالى، وأيضا يتحرى في عمله طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، سواء كانت هذه العبادة صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى الله أو نصيحة. لا بد أن يكون هذا كله على هذين الأمرين: الإخلاص واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث أو الرابع من معالم هذه السورة الجليلة أن من أسباب النجاة يوم القيامة
التواصي بالحق. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق هو الحق، ما يحتاج تعريف، هو الحق الذي هو الكتاب والسنة. الوحي هو ما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى تواصوا بالحق يعني يوصي بعض المسلم أخاه المسلم بالحق بهذا الدين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح ويبين له الخير، يحذره من الشر. هذا من أسباب النجاة. أما ترك التواصي بالحق أو عكس ذلك التواصي بالباطل، هذا من أسباب الهلاك، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا بد له من التواصي، لا بد له من التواصي، إما أن يوصي بالحق ولا يوصي بالباطل. أما أهل الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وتواصوا بالحق. أما أهل النفاق وأهل الكفر والضلال والفسوق كما قال الله سبحانه وتعالى: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية. كما قال الله سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يأمرون بعضهم بعضا بالباطل والصبر على الباطل، نسأل الله العافية والسلام. فالمسلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بأسلوب الحسن، بالرفق، باللين. أيضا إذا جاء يأمر بالمعروف أو يوصي أخاه بالخير أو بالحق، لابد أن يكون يعرف أنه فعلا هذا الذي يأمر فيه، يعرف أنه فعلا هو صواب، ما يتكلم في دين الله بغير علم، ما يأمر بالمعروف وهو ما يعرف هل هو في المعروف ولا هو معروف، لا، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن وأيضا بالعلم. وكما قال أهل العلم: تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. مهم أن يؤدي هذا الأمر بالمعروف، هذا المنكر يؤدي إلى النتيجة وهي قيام الحجة وأيضا استفادة المنصور. يقول رسول صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وفي البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثروا خلق. فالنجاة إنما هي بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالتواصي بالحق. هذا النجاة في الدنيا، والنجاة أيضا في الآخرة. إذا كثر الخبث في الناس وكثر المنكر وكثر الشر ولا فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا يهلك المجتمع. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فبعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، أما الذين في أسفلها فقالوا فكانوا يستقون الماء، يصعدون إلى أعلى السفينة ويستقون الماء من البحر. فقال بعضهم: لو أن خرقنا فيها خرقا فأخذنا الماء من أسفلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما عملوا لهلكوا جميعا، ولو أمروا نهوهم أو أنكروا عليهم لنجوا جميعا. كذلك يفعل المنكرات وينشر الشر في المجتمع، لابد جميع المجتمع يتواصل بالحق حتى يزول هذا المنكر، وحتى يترك صاحب المنكر منكره، وإلا ومثل الفساد ينتشر الفساد شيئا فشيئا، والمجتمع ما عرف ولا دري حتى يهلك المجتمع وحتى يعاقب الجميع، نسأل الله العافية والسلام. المعلم الأخير من معالم هذه السورة: الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر على الإيمان، لابد من الصبر على العمل الصالح، لابد من الصبر على التواصي بالحق. كما قال بعض السلف يقول: الصبر من الإيمان في منزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس مات الجسد. كذلك المؤمن إذا ما عنده صبر ما عنده إيمان، كيف يقوم بهذه الصلوات الخمس تحتاج جهاد؟ كيف يبي يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض يحتاج صبر؟ كيف يبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يعني تروح الواحد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنازعه في شيء يشتهيه، تحتاج أنك تصبر على أن هذا قد يفارق، قد يزعل عليك، وكما يقال قد يعني يعاديك، قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر. هذا أول شيء صبر على طاعة الله، هذا الأول. ثاني صبر عن معصية الله. إنسان قد يشتهي أمور مما حرمه الله، قد يشتهي النظر المحرم، قد يشتهي أن يتكلم بالناس بالغيبة والنميمة والإفساد بين الناس، يشتهيه، يعني قد يكون مستفيد أيضا، لكن لا بد أن يصبر عن معصية الله. يعرف أنه إذا تكلم بها هذا الكلام المحرم أو فعل هذا الفعل المحرم فإن له عاقبة في الآخرة وعاقبة في الدنيا بالإثم والعقوبة، نسأل الله العافية والسلام والمؤاخذة. فيصبر عما
تنزعه نفسه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة. قد الإنسان كما ذكرنا يجد مشقة من العبادة، يجد مشقة من القيام بصلاة الفجر، فهو هذه المشقة ألم في النفس، هو يصبر، يصبر على أقدار. كذلك قد يبتلى الإنسان بمرض، بفقر، بجوع، بخوف، قد يبتلى أيضا بابن عاق، بزوجة عاقة، بأخ عاق، قد يبتلى في أمور كثيرة من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فلا بد له من صبر، لا بد أن يصبر. والصبر نوعين، صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله كما ذكرنا لكم. قال الله سبحانه وتعالى تواصل الحق تواصل الصبر. المؤمن يصبر على الحق وعلى الأمر بالمعروف وعلى المنكر وعلى العمل الصالح، لكن المنافق والفاسق وأيضا الكفر والضلال يصبرون على ما هم عليه من الضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى أتواصل به، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم وانطلق منهم أن يمشوا واصبروا على الكفر، أصبر، أصبر على الكفر، أصبر على الضلال. إذا كان أهل الكفر والضلال يأمرون بعضهم بالباطل، يأمر بعضهم بعضا وأيضا يصبرون على الضلال مع أنه ضلال، ضلال واضح أنه زيغ وأنه واضح الشر اللي فيه، المؤمن اللي هداه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح أولى فيه أنه يصبر. هي أيام قلائل، نحن نذهب من هذه الدنيا، كم سنعمر، كم سنمتع في هذه الحياة الدنيا، لكن يصبر على طاعته، يصبر على التوحيد، على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يصبر على 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 الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا أيام، ويذهب الإنسان من هذه الحياة وينتهي عمره، فماذا يبقى له؟ يبقى له العمل الصالح، يبقى له الاستقامة على أمر الله، يبقى له كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان إذا جاءه الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإنسان لابد أن يصبر على طاعة الله، يصبر على العمل الصالح. هذه أركان أربعة للنجاة والفوز والفلاح يوم القيامة: الإيمان، العمل الصالح، الصبر على الحق، والتواصي فيه. ومن قصر في أحد هذه الأركان لا شك أنه عرض نفسه للهلاك وعرض نفسه للخسارة يوم القيامة، فلا بد من الصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأنها تحتوي كل ما يبصر الإنسان بطريقة النجاة، كيف ينجو، كيف يعرف الحق، كيف يعرف الباطل، كيف يجتنبه، وجود هذه السورة. هذه الله سبحانه وتعالى قام الناس فج بهذه السورة بكتابه.